تعالوا نروح لماتش النهارده وعريس الليله طبعا كابتن خالد حسين اللي بيعتبر واحد من ابرز نجوم المنتخب الليبي وفريق النصر الليبي. ده كان لاعب طبعا في صفوف النصر الليبي زي ما قلت لحضراتكم، لعب في الفتره من خلال 96 لغايه 2012، علشان كده بيلقب في النادي الليبي برمز الوفاء. كمان خالد حسين كان واحد من نجوم منتخب ليبيا، وكان ظهوره الاول في كاس العرب سنة 98، لعب في صفوف المنتخب الليبي حتى عام 2010. كمان مشاركة الزمالك في ماتش النهاردة بيثبت زي ما قلت لحضراتكم شعبية ومكانة وعظمة نادي الزمالك عند كل الدول العربية. نادي الزمالك نادي كبير، ومشجعين نادي الزمالك وفانز نادي الزمالك موجودين في كل شبر في وطننا العربي، وده اللي قاله طبعا كابتن خالد حسين لما اتكلم عن نادي الزمالك، واكد ان اختيار الزمالك للمشاركه في مباراه اليوم لانه اولا هو مشجع زملكاوي وشايف ان الزمالك هو النادي الاكبر في افريقيا وفي المنطقه العربيه. والحقيقه ده مش كلام خالد حسين بس، لا كمان استاذ عبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر اللي بيتكلم عن اهميه مباراه اليوم مع الزمالك بالنسبة لنادي النصر، وشكر النادي طبعا ومجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الأستاذ حسين لبيب على تلبية الدعوة، وأكد كمان إن هيكون في توأمة بين نادي الزمالك ونادي النصر الليبي على هامش مباراة اليوم، وهيكون في تعاون كبير جدا في ملف قطاع الناشئين بين الناديين سواء في المدربين أو في اللاعبين.